مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل الملوخية الصيامي مع بعض. هنجهز احلى ملوخية صيامي في اقل وقت، هتطلع معاكي زي الفطاري واحلى كمان. زي ما انت شايفة لونها جميل جدا وطعمها لذيذ وتستحق التجربة. والملوخية دي انا مفرزاها معاكو في الفريزر من السنة اللي فاتت، شايفة لونها جميل جدا جدا وطعمها بجد لذيذ وتستحق التجربة. وهسيب لكم اللينك بتاع الملوخية بتاعنا في صندوق الوصف عشان تعملي زيها للسنة للسنة. ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. معانا هنا مية بتغلي، هنزل فيها بفص ثوم انا دقيته، حطيت كمان معاه شطة حمراء وكمون وملح ودقيته بالهوم بالشكل ده. وهسيب المية بتاعتي تغلي كويس، وهنزل عليهم كمان بمكعب من المرق، هيدي طعم جميل جدا للشوربة بتاعت الملوخية بتاعتنا. هنا بعد ما غلت كويس معانا المية بالشكل ده، هنا معانا كيس من الملوخية انا مفرزاها معاكو في الفريزر السنة اللي فاتت. هسيبلكو لينك التفريز بتاع الملوخية في صندوق الوصف. زي ما انت شايفة لونها قاعد اخضر معانا، ما تغيرش، قاعدة جميلة جدا وطعمها لذيذ زي الملوخية الطازة بالظبط. الملوخية دي انا مفرزاها معاكو على القناة لو انت حابة تعملي زيها، جميلة جدا جدا، احلى من الجاهزة بكتير واطعم. وزي ما انت شايفة لونها جميل جدا وما تغيرش معانا. هنقلب كده الملوخية باستمرار علشان تفك من التلج. وزي ما انت شايفة كده غلت معانا الملوخية بتاعتنا، القوام بتاعها جميل جدا اهي زي ما انت شايفة كده. اي رغاوي هتظهر على الوش هنشيلها. بالشكل ده زي ما انت شايفة كده القوام بتاعها جميل جدا زي الطازة، واحلى كمان ما تفرقهاش عن الطازة خالص زي ما انت شايفة. انا هطفي عليها دي. هنا رفعنا طاسة على النار، هنبتدي ننزل فيها شوية من الزيت. هنا بعد ما سخن معانا الزيت كويس هبتدي انزل بفص ثوم مفروم ناعم، هقلبه كده واحمره كويس. هنقلب فيه لحد ما التومة بتاعتنا تتحمر. هنا بعد ما اتحمرت معانا هننزل بيها على الملوخية، نحط الطشة بتاعتنا كده على الملوخية. كده جهزت الملوخية الصيامي بتاعتنا، هنبتدي نغرفها ونقدمها مع بعض. زي ما انت شايفة كده الملوخية بتاعتنا جهزت، عملنا احلى طبق ملوخية ممكن تعمليه في اقل وقت صيامي، طعمه جميل جدا زي الجاهز واحلى كمان. خطوات سهلة وبسيطة، هتحصلي على احلى ملوخية صيامي هتعمليها في البيت باقل تكاليف. هتعمليها صيامي بدون شوربة لحمة، هتعمليها بمكعب مرق وفص من التوم بس، هتطلع معاكي احلى من الفطاري، هتطلع معاكي جميله ولذيذه جدا جدا. يا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامه.